وتأكدي إنه أخي رح يحبها لهالهدية كتير. روحي يلا يلا روحي وأحكي قدامه. روحي مرت أخي لو سمحتي، بترجاكي تروحي وتوضحي الحقيقة قدام الصحافة. أنا عم أترجاكي لو سمحتي. يلا أهانا، إذا كان عاجبك إنه عائلتي عم تترجاكي فأنا مو عاجبني، لأنه من لما أجيتي أنا مقسوب بينك وبين عائلتي أهانا، لازم وقف معك ومعهم، لبي طلباتهم ولا طلباتك أنتي. لو سمحتي روحي قلي لهم، قلي لهم مو عاجبتني فكرة إنه العالم تحكي كلام مو منيح عن أي حدا بعائلتي، لهيك لازم تروحي وتحكي فورا. روحي يلا أهانا روحي. آسفة استاذ، أنا ما فيني أقول شي. أهانا، إذا هذا قرارك فاسمعي قراري، يا بتروحي بتحكي أو بتطلعي من البيت.